هذا واحد زحلاوي واقف على الطريق حاطط تياب داخليه لانجيري عم يعرضهم على الطريق، مرق واحد هيك حاطط فوق الفانيلا $5 فوق سترينج $40، مرق واحد لعنده قال له بدهاش الفانيلا قال له $5، قال بدهاش سترينج قال له $40، بدهاش فانيلا $5، بدهاش سترينج $40، قال له في اعرف ليش سترينج اغلى من الفانيلا قال له حمل مسؤوليه اكثر. يلا بتعرفوا انا عم قوم ما بعرف قوم ساعة اللي بدك تفضل قوم وكلنا يلا يلا بس ما تبعد كثير قال مشان ضل الكاميرا لقطتك. طيب يلا لا هون 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 لقطني لقطه لقطه شو اسمه بتعرفوا وحده فنانه استر اراضين مش حنسمي يعني بتعرفوا لحتى تضل القصه خلص عرفنا مين ايه فنانه استر اراضين بحبهم قلبكم عسيره التخت نايمه بالتخت فاتها وحده عليها حرامي على اساس معها مصاري كثير هيدي فات حط لها الفرد المسدس براسها ارفع ايديكي قام صارت تضحك ضحكت فرطنا ارفع ايديكي وفرطت من الضحك اكثر وقال عمل لك ارفع ايديكي تفرط من الضحك قال لك بركي ما خفت خرطش فرط ارفع ايديكي فرطت من الضحك ارفع ايديكي اخر شيء طرق ضربان فوق راسها ارفع ايديكي ماتت من الضحك قلت له قال في اعرف ليه عم تضحكي قلت له اول مره حدا بيقول لي ارفع ايديكي يلا واحد امه بقاعي امه حرام بدها تفوت على المستشفى بتعرفوا عندنا المستشفيات هون ما حدا بيفوت اذا ما في مصاري دولارات ما معه ولا ليره بده يفوت امه حرام مخطره بتعرف هلا من خالته عنده محل تليفونات قال له يا زين قال له نعم قال له لك ولا للدايب قال له خسر الدايب قال له امي على الباب المستشفى وما عم نقدر نفوتها وبدي شي $100 الله يوفقك حول لي اياهم وانت عندك محل تليفونات الله نعم عليك وبركي بنتحاسب بعدين هذاك حرام بده يبعث له مصاريات بعد ربع ساعه تلفن له قال له يا حسين قال له شو بك قال له يا اخي بدي احول لك هلا ال $100 بس اسال لي الدكتور امك الفا ولا ام تسيل يا شحاري شو البس حزنتيني عليك يا ست ارزي أنا صارت معي شغلة يعني شو بدي خبر والله عم تضحك مثل ما عم أقول لك مرة هجموا علي ثلاث شباب فاتوا على البيت قالوا لي طرقني بهالمسدس هاك قال لي وين المصريات قلت له دخيلك ما أني مثل أمك قال لي عم أقول لك وين المصريات أحلى ما قلت لك دليت قلت له بالجارور التحتاني بالخزانة راح جابه وين الدهبيات طب مع ضربي هاك قلت له دخيلك راح جيبون أحلى ما موت ماني مثل أمك أنا أخذوا الفيديو والتلفزيون وكل شيء وآخر شيء هجموا علي واغتصبوني يا شحر شو عملت آه والله راحت تشكات على الشرطة لقطوهم الحمد لله لقطوهم يا أستاذ أسعد مثل ما عم خبرك بلشوا فيهم هالقاتل آخر شيء اعترفوا أنهم اغتصبوني قال لي الضابط يا أم عطا صار فيك تفل اعترفوا أنهم اغتصبوك قلت له كيف بدي فل ما بدهم يمثلوا الجريمة